بعد الإطلالة لرئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع ولنائبه أنطوان زهرة، حيث جهد الاثنين في تقديم صورة بيضاء عن تحرك القواتيين الثلاثاء الماضي وكما قالوا دفاعا عن لبنان، رواية لمجريات أحداث الثلاثاء موثقة بالصور والوقائع قدمها منسق الشؤون السياسية في تيار المردة يوسف سعدي، أعاد فيها التأكيد على مجريات يوم الإضراب العام واعتداء عناصر القوات اللبنانية على المتظاهرين. بحسب سعدي فإن شريط الاعتداءات القواتية بدأ في السادسة صباحا في منطقة كوسبا الكورة، إطلاق نار على المتظاهرين من منزل النائب فريد حبيب والنتيجة جريحان من المتظاهرين. ربع ساعة إلى الأمام جرافة تحاول فتح الطريق بأمر من قوى الأمن الداخلي، لكن سائقها المدني القواتي أخذ قرارا فرديا باقتحام المتظاهرين، والنتيجة خوف وتوتر ومزيد من الشحن في الشارع. ولما حكينا مع قوى الأمنية أنه هل معقول هذا التصرف اللي عملته، جواب وطبعا كان الجمهور غاضب، جوابنا الضابط المسؤول عن القوى الأمنية بأنه هني ما كان هيدا قصدهم، هني كانوا عم بيحاولوا يفتحوا الطريق بشكل هادئ، ولكن السائق يلي هو مدني ويلي هو تابع للقوات اللبنانية هو اللي أخذ القرار بالاقتحام بهذا الشكل. بعدها بدقائق شاحنة كبيرة تابعة لإحدى الشركات الكبيرة بالبلد اقتحمت كمان المعتصمين وكانت أن تسبب بكارثة. بعد ذلك أطل جعجع معلنا قرار فتح الطرقات بأيدي القواتيين، فرد رئيس تيار المردة بمناشدة جعجع تجنيب الساحة المسيحية الصراعات، مناشدة دعمت باتصال بين النائب أنطوان زهرة ويوسف سعدي، فوعد زهرة خيرا وسرعان ما جاءت نتيجة وعده بعد 10 دقائق هجوم قواتي على المعتصمين في كوسبا. رجعت تكررت الاتصالات بعد هذه الحادثة وقلنا لهم انه إذا بعد الاتصالات وحصل هيك، لو ما كان في اتصالات وما كان في مناشدة شو كان ممكن انكم تعملوه؟ في الرابعة تماما ودائما بحسب رواية سعادي مجموعة من القواتيين تعتدي على المعتصمين في منطقة البترون، واشتباك مسلح بين القوى الأمنية وعناصر القوات، في حين زعمت القوات أن تيار المردة نصب كمينا مسلحا في المنطقة. أكثر من نصف المعتصمين كانوا من النساء والأطفال، هل هني عملوا كمين مسلح؟ هل اللي بده يعمل كمين مسلح بينزل معه هذه الكمية من النساء والأطفال؟ اثنين، حكي النائب زهرة عن انزعاج أهل البترون من الحضور الصغرتاوي في البترون، يعني لإنعاش ذكرته يلي ممكن تكون يعني البطولة اللي قاموا فيها يوم الثلاثاء يعني هيك ضعفتها. مرشح المردة بالبترون أخذ 2184 صوت، هو نائب زهرة أخذ 625 صوت، فما بعرف كيف سمح لنفسه يحكي عن أهالي البترون. وفي معرض رده على كلام جعجع قال سعادي إن جعجع كان يتكلم كمن يشعر بنشوة النصر، ربما لأنه عاد بالزمن إلى أيام يحبها حيث القتل والضرب والفلتان الأمني. أما وأنه أخذ القرار العظيم بفتح الطرقات واعتبر حاله أنه عمل إنجاز، فهون منقول له مين كلفه بدور الشرطة؟ مين كلفه بدور المطوع لسمير جعجع؟ يعني مين هي الجهة اللي خولته بأنه هو يفتح الطرقات؟ أمام هذا القرار نحن منشوف أنه هذا القرار في سببين أو في استنتاجين. السبب اللي خلوه ياخذ هذا القرار، السبب الأول هو أنه ممكن يعني بمنطق سمير جعجع وبمنطق القوات اللبنانية في فصل بين الدولة والجيش، يعني يمكن الدولة بالنسبة لهم هي وزارات وإدارات وموظفين وعمال، أما الأمن فهو أمن ذاتي، وبالتالي هو يعني يمكن حابب يرجع يفرض الأمن الذاتي على المناطق المسيحية والمناطق الشرقية مثل ما سماها هو، ويرجع إلى مقولة الأمر ولي. سمير جعجع كان بده يقدم براءة دمة لسعد الحريري ووليد جنبلاط فيقول فيها أنه القوات اللبنانية مش ضعيفة بالشارع المسيحي بخلاف ما يشاع، وأنه هي قوية وهي قادرة، والدليل أنها فتحت الطرقات وأنها قدرت كسرت حواجز التيار الوطني الحر بالقوة. وعن إمكانية التهديد بإزالة الخيام من وسط بيروت قال سعادي نحن مطمئنون لتدابير الجيش. نحن نعتبر أن هذه الخطوة إذا حصلت هذه خطوة مجنونة، ولكن للأسف في بعض منهم في السلطة اليوم يعني قراب شوية على الجنون، يعني على خط الجنون، يعني مثل السيد وليد جنبلاط على رأسهم، يعني على خط الجنون يعني. تعليق